صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين صبحكم الله بالخير والحب والسعادة، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. هذا البرنامج أتقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. أرحب فيكم، أنا دكتورة بدرية الحرمي، وخلوني أرحب بعد فريق عمل برنامج اليوم ويانا. عندنا في الإخراج والإعداد الزميل نمر محمد، وبالإعداد الزميل يوسف سعد، وبتشاركني الحلقة اليوم الأخت آمن العلي. صبحكم الله بالنور والسرور جميعا. يا هلا فيك دكتورة، وصباح الخير وصباح الأجواء الجميلة. شو دكتورة وانتي يا الجو عندك كان مطر ولا؟ الجو كان روعة الصراحة، كان شوية مطر. مبروك عليكم بعد الرحمة. إن شاء الله نتريى يعني الجو يكون الحمد لله. الأجواء صوبنا كانت جميلة في برد بي، أمطار يعني شي خفيفة حلوة. لا بدأ الجو يتحسن الحمد لله. طبعا مثل ما تعرفين آمنة اليوم وأعزائي المستمعين، يعني حلقتنا اليوم هي الحلقة الأخيرة في عام 2021. نتمنى أنكم استمتعتوا واستفدتوا من الفقرات المتنوعة اللي قدمها لكم برنامج صحة وسعادة على طول السنة، ونتطلع بعد أن نستمر بتقديم كل ما هو مفيد من فقرات وبرامج لكم خلال العام الجديد 2022 بإذن الله. ونتمنى بعد أن يكون عام سعيد علينا جميعا، عام أكثر أمان واطمئنان، عام الازدهار وتحقيق الإنجازات العظيمة. أعزائي المستمعين، مثل ما عودناكم دائما في برنامج صحة وسعادة نقدم لكم يعني من الفقرات والمواضيع اللي تهمكم وتفيد صحتكم وصحة مجتمعنا، ونتمنى أنها يعني أنكم يعني تستفيدون منها، وبنفس الوقت يعني نفتح لكم قنوات التواصل مع هيئة الصحة بدبي لإبداء ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، أو مثلا مشاركاتكم اللي أكيد تسعدنا. واللي حاب يشاركنا اليوم في البرنامج نقول له حياها الله على أرقام التواصل 600551414، أو من خلال رسائل النصية على الرقم 4006. أعزائي المستمعين، فقراتنا لهاليوم متنوعة. بنبدأ أول فقراتنا بنتكلم عن الأخبار الصحية كالعادة. نعم، خبرنا لليوم أعزائي المستمعين يقول: هل الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية موجودة فعلا؟ منو بيجاوبنا هذا السؤال؟ أكيد الخبر دكتورة يقول في إجابته على السؤال: تؤكد لويس خبيرة التغذية وعلم وظائف الأعضاء أن السعرات الحرارية هي وحدة للطاقة يعبر عنها عادة بالسعرات الحرارية لمحتوى الطاقة في الطعام، وتأتي معظم عبوات المواد الغذائية مع ملصقات تصف عدد السعرات الحرارية في هذا المنتج، ونستهلك السعرات الحرارية عن طريق الأكل واستخدام السعرات الحرارية عن طريق حرق الطاقة. وتقول دانفورد أن احتياجات من الطاقة تتكون من ثلاث مكونات: أولا الطاقة اللازمة للحفاظ على الجسم في حالة الراحة، وهي الطاقة اللازمة لجسمنا للقيام بعمليات الأساسية حتى نتمكن من العيش، وكذلك التأثير الحراري للأكل وهو زيادة معدل الأيض بعد الأكل أثناء هضم الطعام وامتصاصه، وثالثا الطاقة الإضافية اللازمة للنشاط والتمرين. وتوضح دانفورد النظرية الكامنة وراء الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية هي أن بعض الأطعمة تحتوي على سعرات حرارية يعني طاقة أقل من كمية الطاقة اللازمة لهضم الطعام وامتصاصه في الجسم، وهذا طبعا يبدو معقولا من الناحية النظرية، ولكن في الواقع حتى الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة مثل الكرفس، اسمه شيء الكرفس؟ الكرفس دامين أخربط يعني بالنطق هذا، انزين، تحتوي على سعرات حرارية أكثر مما يطلبه الجسم لتفتيته وامتصاصه،
وبعض الأطعمة التي تصنف على أنها ذات سعرات حرارية سلبية تشمل الكرفس صح؟ والجريب فروت والطماطم والخيار والبروكولي والخس والجزر. يعني اليوم خذينا معلومة حلوة دكتورة إن في أطعمة تحتوي على سعرات حرارية مثل ما ذكرت مثل ما ذكر هذا الخبر على حسب خبيرة التغذية إن هناك أطعمة تحتوي على سعرات حرارية سلبية. فيعني جميل واحد يثقف نفسه من ناحية الأطعمة اللي ممكن نحن نتناولها دائما وما ندري إنها ذات سعرات حرارية يمكن تكون عالية وسلبية. صحيح. وهذا يعني أكثر بهم الناس اللي يتبعون بعض الأنظمة يعني تنزيل الوزن أو يعني إذا كانوا يتبعون نظام مثلا. نعم بالضبط. اليوم دكتورة بناخذ المستمعين في جولة على حساب DHA_Dubai حساب وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بالهيئة. نزل عندنا خبر مهم جدا على حسابنا يقول توحيد برنامج الضمان الصحي الحكومي في إمارة دبي تحت مسمى عناية. شو يقول الخبر؟ طبعا الخبر هذا لتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية المتميزة للمواطنين والعاملين في الجهات الحكومية بدبي وضمان وصولهم إلى الخدمات اللي تتماشى مع احتياجاتهم. أعلنت هيئة الصحة بدبي والموارد البشرية لحكومة دبي عن توحيد برنامج الضمان الصحي الحكومي في إمارة دبي. طبعا البرنامج الصحي يعني قبل كان يشمل دكتورة تأمين سعادة والتأمينات الأخرى اللي كانت تحت حكومة دبي كلها الحين أصبحت تأمين واحد باسم عناية. فكل يعني طبعا توحيد هذه التأمينات كلها تحت مظلة واحدة. صحيح. ما هو إلا لهدف تعزيز خدمات التأمين في إمارة دبي. وإذا بيسألون المستمعين منو المستفيدين من التأمين هذا تأمين عناية، المستفيدين منهم المواطنون من حملة جواز وخلاصة قيد صادرة من إمارة دبي واللي لا يستفيدون من أي تأمين حكومي آخر، وكذلك موظفو الدوائر الحكومية من إمارة دبي وعائلاتهم. وطبعا نطاق الإعالة ضمن البرنامج طبعا الشخص الإماراتيون، هذا التأمين يشمل جميع الزوجات وجميع الأبناء الذكور حتى عمر 24 سنة والإناث حتى الزواج أو العمل والآباء والأمهات اللي عندهم طبعا تأمين عناية. وكذلك للمقيمين يشملهم هذا التأمين اللي عنده زوجة واحدة وثلاث أطفال المقيمون اللي يعملون في حكومة دبي. فكذلك لهذا دكتورة التأمين امتيازات وأهداف، مثلا يقدم برنامج الضمان الصحي الموحد مزايا متعددة ضمنها تغطية شاملة للأمومة لكل البرامج الرعاية الصحية للأمهات الحوامل وأطفالهن منذ بداية فترة الحمل إلى ما بعد الولادة، وعلى عكس البرامج التأمينية الأخرى كما لا يوجد فترة انتظار لهذا الاستحقاق. وكذلك الحالات المرضية الحالية والأمراض المزمنة والوقاية من الأمراض وتغطية كاملة للفحوصات الروتينية الدورية وكذلك اللقاحات. فنقول إن هذا التأمين دكتورة مفيد ويشمل يعني الجميع. وللموظفين من الجهات الحكومية التابعة لإمارة دبي يمكنهم التسجيل من خلال إدارة الموارد البشرية من الجهة الحكومية، ولمواطنو إمارة دبي يمكنهم التوجه إلى أحد أجهزة التسجيل الذاتي المتوفرة في مركز ند الحمر الصحي ومركز البرشة الصحي ومركز المزهر ومستشفى حتى وأبراج فيستيفال للتسجيل لهذا التأمين. وطبعا لكل شخص حاب أن يستفيد التواصل مع مزودين الخدمة من شركة إنيورن على الرقم 800-43-6292 أو شركة مظلة على الرقم 800-43-444. فنقدر نقول دكتورة توحيد جميع أنظمة الضمان الصحي الحكومي تحت مظلة واحدة وهي نظام الضمان الصحي الموحد عناية اللي شمل مثل ما ذكرنا تأمين سعادة وكل التأمينات الأخرى بتكون الحين تحت مظلة واحدة اسمها عناية. عناية بالضبط. طبعا هذا الشيء سهل على وايد من الناس لأن وايد كانوا يسألون يعني ويتخربطون من أنواع التأمين وانت شو تأمينك، يعني وايد تينا أسئلة يعني بالضبط. فالحين الحمد لله يعني دكتورة أي حد يعني تكون على السوشيال ميديا إذا حابين تسألون. صحيح. أي أسئلة تحت الخبر هذا اسألوا ويردون عليكم لكل استفساراتكم الخاصة بتوحيد التأمين الصحي في إمارة دبي. أكيد. وإحنا دائما يعني الصراحة فخورين دائما
بالأشياء أو بالمبادرات اللي تطلع يعني في إمارتنا. في النهاية هي دكتورة في النهاية صحة المجتمع يعني. بالضبط. أكيد. أعزائي المستمعين، الحين بناخذ فاصل وبنرجع نتواصل وياكم ونكمل فقراتنا لهاليوم. تريونا صحة وسعادة. ورجعنا لكم أعزائي المستمعين مرة ثانية وحياكم الله في برنامجكم صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل 6005514114 أو من خلال الرسائل النصية على الرقم 4006. ذكروا دائما أن تواصلكم ومشاركتكم تهمنا وتسعدنا. أعزائي المستمعين، اليوم خبرنا للتغذية اللي بنختم فيه طبعا فقرات التغذية لهذه السنة يتكلم عن موضوع جدا جميل، بنتكلم عن الشوكولاتة الداكنة. أخيرا رضوا علينا أخصائي التغذية وحطوا لنا شوكولاتة وأشياء نحبها، فمنشوف اليوم مع الأستاذة حصة الشيبي أخصائي تغذية سريرية الأول في هيئة الصحة بدبي، بتحدثنا أكثر عن فوائد الشوكولاتة الداكنة. صباح الخير أستاذة حصة. صباح النور والسرور. صباح الله بالنور والسرور، نورتينا ونورتي برنامج صحة وسعادة. النور نوركم حبيبتي. الحين أنت فقرتك آخر فقرة تغذية في سنة 2021، صح؟ لازم تكون مميزة أكيد، دامة عن الشوكولاتة أكيد. اليوم ما تكلمتوا عن البروكلي، ما تكلمتوا عن أشياء صحية، يعني أكيد ناويين السنة الجاية تدلعونا. طبعا الشوكولات بالضبط. فنحن إذا بنتكلم اليوم عن موضوع يعني جميل أستاذة حصة، نتكلم عن دائما نقول الكاكاو مثلا الداكن، يمكن مو كل حد يستسيغه بس في بعد ناس وايد يستسيغونه ويحبونه. فإذا بنتكلم عن الشوكولاتة الداكنة وفوائدها الغذائية والصحية، وهل يعني ممكن تعطينا فكرة عن هذه الفوائد؟ بداية خلينا نعرف شو هو الفرق الأساسي بين الشوكولاتة الداكنة والدارك شوكولات والشوكولاتة العادية. الفرق الأساسي هو نسبة الكاكاو اللي هو البذر الأساسي للشوكولات في هذه الشوكولاتة. الدارك شوكولات تقريبا تحتوي على 50-90% من مواد الكاكاو الصلبة، أما الشوكولاتة العادية المصنعة يعني اللي يستهلكونها بشكل أكبر إذا نقول الأطفال والمجتمع حاليا، اللي هي تحتوي على نسبة أقل من المواد الصلبة تقريبا من 10-50%، ونسبة أكبر من مكوناتها تكون من زبدة الكاكاو والحليب والسكر. فنحن إذا نبغى نحصل على كمية أكبر من الفوائد من فوائد الكاكاو، لازم نستهلك الشوكولاتة الداكنة اللي تحتوي على تقريبا 70% من المواد الصلبة هاي. طبعا فوائد الدارك شوكولات كثيرة وايد في دراسات عليها، لكن أهم هذه الفوائد هي أنها تساعد على الوقاية من أمراض القلب وتنظيم ضغط الدم، ولكن طبعا هذا بشرط أن نحن نكون مستهلكة بكمية معتدلة، لأن الدارك شوكولات تحتوي على مضادات أكسدة جدا عالية، وأهمها اللي هي الفلافونويد. الفلافونويد لها فوائد كثيرة، منها أنها ممكن تساعدنا على أيضا تعزيز المناعة، تحسين المزاج. نلاحظ ان احنا بعد ما ناكل الشوكولات على طول المزاج شو يصير فيه؟ اكيد مزاج اكيد بيكون جميل يعني، صح؟ هذا لان بس هذا الشيء يعني استاذ حصة يخلي الناس يعني يفرطون في اكل بعد الكاكاو. ترى كل شيء اللي يزيد عن حده شو ينقلب ضده، صحيح. لازم نحاسب ان نحن ما نستهلك كميه كبيره حتى من الدارك شوكولات، لانه ترى يعتبر عالي جدا في السعرات الحراريه، يعني تقريبا كل 100 جرام من الدارك شوكولات تحتوي على 600 سعره حراريه. شو الكميه يعني المفروض لنا مثلا نتناولها؟ يعني ما في شيء ريكومندد ان انا اقول لكم مثلا تستهلكوا هالكمية في اليوم، ولكن لازم نحن ما نزيد عن حد. مثلا قطعة واحدة في اليوم ما بتضر، بس إذا أنا استهلكت بار كامل من الشوكولات هذا أكيد ممكن يسبب في زيادة في الوزن. بدل ما أنا أستفيد من هاي الفوائد والمضادات اللي موجودة فيه، ممكن أنا أسبب أصلا أزيد الضغط عندي وأزيد
مشاكل اللي تختص الكوليسترول والقلب وغيرها، لأن كل ما زاد الوزن كل ما كنا نحن أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الثانية. بالتأكيد يعني كل شيء مثل ما نقول يعني جانبين، إذا نحن ما أخذناه بالطريقة الصحيحة ممكن أنه ينقلب ضدنا. صحيح. مثل ما ذكرتي أستاذة حصة، قاعدة الحياة هي الاعتدال قلنا. صح بالضبط. إذا بنتكلم أستاذة حصة، يمكن حد يسمعنا الحين ويقول عيل أنا بعطي عيالي شوكولاتة داكنة بما أن لها فوايد كبيرة، وخلي أكلهم على راحتهم بعد. لا لا مو بشي، يعني نقولهم يعني يمكن يشوفون أن مثلا شوكولاتة داكنة حق الصغارية بتكون أحسن، فأنت شو رأيك؟ هل الشوكولاتة بشكل عام ممنوعة على الأطفال أو الشوكولاتة الداكنة إذا كانت خيار بتكون أفضل؟ نبدأ نقول إن الأطفال في عمر في هالمرحلة العمرية ما في شيء ممنوع عليهم، يعني في هاي المرحلة العمرية نحن لازم نسيطر على الأكلات اللي هم يأكلونها، في نفس الوقت نحاول إن نشجعهم على الأكل الصحي لأنهم في طور النمو، الجسم محتاج معادن محتاج فيتامينات لتقوية المناعة والاستمرار يعني وظائف الجسم بشكل سليم. طبعاً قد ما نقدر نحن نحاول ان ننصحهم انهم يبتعدون عن الشوكولاته المصنعه اللي هي البروسس او اللي فيها نسبه سكريات عاليه، ونحاول نشجعهم انهم يستهلكون الشوكولاته الداكنه. مهما حاولنا الاطفال بطبيعتهم يحبون السكريات، فما يضر اذا مره في الاسبوع بين فتره وفتره كافئناهم بقطع عن الشوكولاته العاديه، لكن اذا يعني زاد عن حده ممكن انه يضرهم، فنحاول قد ما نقدر نشجعهم نسوي لهم وصفات في البيت تساعدهم على استهلاك هاي الدارك شوكولت. وهم اصلا الاطفال بطبيعتهم هم يشوفون الاهل شو يسوون ويطبقونه، فاذا نحن الامهات والابهات ما قدرنا نكون قدوه لهم انه بيساعدهم، فنحاول ان احنا نستهلك هذه الدارك شوكولت والاشياء اللي لها فوائد عشان الاطفال يتشجعون يستهلكونهم. وحين خصوصا هاي الفتره بالذات نشوف ان طبعا الطلعات والكشتات زادت، فوايد نشوف ان الناس قامت الهوت شوكولت تو مطلوب بعد الحين كل صحيح. كل شويه ماما تسوي هوت شوكولت، ماما الله يخليك تسوي هوت شوكولت، لان تشوفون هالاشياء يعني دارجه في هالفصل يعني. فنحن نقول يعني مثل ما ذكرتي استاذه حصه، نحن مراه للاطفال، اذا الاطفال شافونا نسوي الاشياء الصح هم بيسوون الاشياء الصح. صح بالضبط، فنحن ما بنمنعهم من الاستمتاع بهاي الاجواء وشرب الهوت شوكليت وغيره، لكن نحاول نسويها بطريقه صحيه اكثر، نقلل من السكر فيها او نستخدم الدارك شوكليت بدل من الشوكليت العادي. إنزين أستاذ حصة، يعني مثلا إحنا إذا صرنا الجمعية أو بغينا نشتري مثلا الدارك شوكولات، كيف نختار النوعية الزينة أو مثلا شو نصائحك؟ يعني الدارك شوكولات بنلاحظ أن أكثر شيء مكتوب عليه لازم نركز عليه شو اللي هي نسبة الكاكاو الموجودة وفي نفس الوقت نسبة السكر. لازم نعرف شيء بعد، إن كل ما كانت النسبة هاي أكبر، فلنفرض مثلا 60-70-80، كل ما كانت النسبة أكبر كل ما كان الطعم نقدر نقول مر أكثر، يعني ما في سويتنس. فنحاول نشتري الدارك شوكولات اللي على الأقل يحتوي على 70% من المواد الصلبة للكاكاو، لأن هاي المواد اللي هي تحتوي على مضادات الأكسدة والفوائد كلها، أما باقي 30% نقدر نقولها تكون يعني زبدة وسكريات مضافة وغيرها. يعني كل ما زادت نسبة الكاكاو يكون أفضل، كل ما كان أفضل. نعم يعني ممكن إحنا نبدأ اختياراتنا من 70% من الشوكولاتة الداكنة اللي فيها 70% كاكاو. هي نعم، يعني نقدر نبدأ مثلا شوي شوي، إذا مثلا حتى حق الأطفال شوي شوي نقدر نعطيهم أول شيء 60%، 65%، 70%، لما يتعودون على طعم الدارك شوكولات نفسه، لأن في أطفال ممكن ما يتقبلونه في بداية. صح، لأنه طعمه شوي، ولازم تكون نسبة السكر فيه أقل اللي نختاره. هي نعم، عشان كذا نحاول نقرأ البطاقة الغذائية للمنتجات اللي نشتريها، مش بس الشوكولات، المنتجات العامة بشكل عام، نحاول نبتعد عن السكريات المضافة والدهون وغيرها من المواد المضافة. نعم أستاذة حصة، إذا عندك نصيحة أخيرة تقدمينها للمستمعين فيما يخص يعني موضوعنا اليوم؟ حابة أقول لهم كل المستمعين، كل اللي يسمعوني الحين، كلنا نحب الشوكولات، كلنا نحب هذه الأشياء، لكن نحاول أن نحن نعتدل في استهلاكها
بحيث أن نستفيد من فوائدها في نفس الوقت نستمتع في تناولها، خصوصا طبعا في هاي الأجواء السعيدة. أتمنى لكم إن شاء الله إجازة سعيدة وسنة جديدة علينا وعليكم سعيدة وصحية. شكرا لك أستاذة حصة شيبي اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي على هالحوار الجميل، واللي أكيد عن الشوكولاتة أكيد بيكون جميل، ونلقاك إن شاء الله شو نقول السنة الجاية بإذن الله 2022. وكل عام وأنت بخير وأنت بصحة وسلامة. ها آمنة تحبين الشوكولاتة ولا؟ والله دكتورة يعني مو من الناس اللي وايد مهم إني أكل شوكولات، أحس يعني إنه عادي مرة يعني يوم يومين أسبوع، يعني مو إنه وايد يعني في ناس ما شاء الله يعني لازم ضروري في اليوم يكون فيه شوكولات. أنا أحس إنه لا، إذا يعني مع القهوة أحب أوكي شيء يعني حالي أكله مع القهوة، بس شيء بشكل عام ما بصير يعني باخذ شوكولات يعني مو بكل يوم ولازم مثل إدمان. في ناس تحب ما شاء الله صحيح. فنحن دائما نقولهم يعني ما في شيء مثل ما نقول الممنوع مرغوب صحيح. فما في شيء ممنوع، بالعكس الواحد إذا اعتدل في تناوله في كل شيء بيكون هو يعني يقدر يعيش بنمط حياة صحي أكثر. حتى شوفي اللي يسوون دايت يعطونهم شوكولات مثل ما نقول دارك شوكولات، يعني كمية صغيرة، بس إنه في نفس الوقت يحاولون وقت اللي مثلا أنت تحسين تبين تاخذين هالشوكولات ممكن تستبدلين بشيء ثاني، يعني فاكهة، أو تحاولين يقولك بعد تسوي مثلا شيء عشان تنسين أنك تاكلين هالشيء بالضبط. يعني تحاولين يعني دائما واحد يفكر دكتورة ما صحيح. يعني الاعتدال مثل ما ذكرت الأستاذة حصة شيبي، يعني الواحد إذا اعتدل بالأمور ما كلا شوكولات بإفراط صح. يعني مثل ما نقول قطعة شوكولات صغيرة ما بتسوي شيء، نفس ما تسوي شي يعني العلبة كاملة يوم تاكلينها صح. بس إذا أنت قاعدة طول الوقت في اليوم يعني وفي ناس ما شاء الله دكتورة عندهم يعني التوتر مع الشوكولات مرتبطين مع بعض، يشوفينهم إذا توتروا يأكلون بشراهة. فنحن دائما نقول لا تخلون هاي الأشياء يعني تلزمكم انه والله انا خلاص كل ما توتر باكل شوكولاته. عشان كذي دائما اذا جتنا هالفكره مثل ما قلنا نسوي مثلا اشياء تحاول تلهينا، مثلا بالتأكيد. ممكن نقرا كتاب، ممكن نصير نمشي شويه، ممكن نغير جو، يعني نسوي اي شيء بس مهم ما نفكر بهذا الشيء. بس اذا تمينا قاعدين طول الوقت مثلا نعم، ودائما نحن ما نسوي شيء اكيد بنفكر مع الثقافه، مع ان الواحد صحيح. يتعلم الشيء اللي ما يعرفه يقرا عنه صحيح. والشيء اللي ما تشد يعني يفكر فيه صحيح. يعني انا قبل ما اقدم برنامج ما كنت افكر في البطاقه الغذائيه، ما كنت اقراها، الحين لا اقرا البطاقه الغذائيه لان هاي اشياء مهمه لصحتنا، فليش نحن نهمل هذه الاشياء؟ بالعكس نهتم فيها لو شويه وقت ولا شوية جهد، ولكن في النهاية بيصب علي بالفايدة وعلى عائلتي صحيح. فنحن دكتورة نقول أن دائما مواضيعنا للتغذية كانت لهذه السنة ممتعة وجميلة، الحلو فيهم أنهم يطرحون المواضيع بشكل يعني سلس، مو بأن والله ملزمينكم تسوون هالشيء ولا هالأكلة لا مو بزينة ابتعدوا عنها، دائما في اعتدال في كل شيء. وفي النهاية نحن نتمنى للجميع نمط حياة صحي أكثر في السنة الجديدة إن شاء الله. فنطلع دكتورة فاصل ونرجع مع المستمعين، مع دكتورة بدرية الحرمي، بنكمل معاكم توصياتها ومعلوماتها اللي بتقدمها لنا بمناسبة قدوم السنة الجديدة ولأنماط حياة صحية أكثر. انت ريونا صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا فيكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. نذكركم برقم التواصل معنا للي حابين يشاركون في موضوعنا في آخر فقرة للبرنامج على الرقم 600-551414، للرسائل النصية القصيرة 4006. مثل ما نعرف أعزائي المستمعين مع نهاية العام، واليوم نحن في آخر يوم من السنة، من سنة 2021، نشوف الكثير من الناس يلجأ لمراجعات سريعة لهذه السنة، شو أنجز فيها وشو حقق فيها وشو الأشياء اللي محتاج أنه يشتغل عليها أكثر ويعمل عليها أكثر لتحقيقها في السنة القادمة بإذن الله. ونحن نقول دايما أن هذه المراجعات والحسابات الدقيقة للنفس بتنصب على الشخص بالنهاية لتحقيق أهدافه وتطلعاته في العام الجديد، وكل ذلك بدون شك من الأمور الجيدة.
غير أن أيضا نحن دايما نشوف أن نحن نحط لنا أهداف من وجهة نظري على الجانب الاجتماعي والصحي والنفسي وكذلك الجانب الديني. كل شخص يحط له هدف هدفين في كل جانب ويشوف مثل ما نقول الدائرة هذه وين فيها نقص، وين عندي مثلا الدائرة ممتلئة أكثر بالأهداف وين أقل بالأهداف، ويحاول أنه يوازن بين أهدافه في السنة الجديدة. واليوم بناخذ رأي الدكتورة بدرية الحرمي فيما يخص أهدافنا للسنة الجديدة. طبعا مثل ما ذكرتي آمنة أن احنا مثلا ناخذ محاور عديدة ونحاول نحط أهداف، مو بشرط تكون أهداف كثيرة، حتى لو هدف واحد بالسنة. مثلا أنت عندك عادة معينة أو شيء تبين تسويني جديد في حياتك وتبين مثلا تتعودين عليه طول هالسنة، ممكن تحطينه، بس مو بهذا كل شيء. تتوقعين هذا كل شيء؟ هناك في أهداف بعد تخص صحتنا بالتأكيد، وتخص الوقاية وحماية أجسامنا من الأمراض والجراثيم، صح ولا لا؟ بالتأكيد. وتعزيز مناعتنا أكيد دكتورة. نحن دائما كنا نقول خلال هذه خلال شهر ديسمبر بالذات في برنامج صحة وسعادة كنا دائما نتكلم عن كيف الشخص ممكن يهتم بصحته عن طريق الفحوصات الدورية. الفحوصات الدورية موجودة في المراكز الصحية القريبة من كل إمارة، يقدر الشخص أنه يتوجه ويطلب فحوصات دورية له ولعائلته. فأنا أحس من أهدافي للسنة الجديدة أني أخذ العيال وبوهم ونسير نسوي فحص شامل لمعدل نقول الحديد، معدل فيتامين دال، مثل ما نسوي دكتورة أهداف لنا اجتماعية وأهداف نفسية. أكيد في أهداف صحية يمكن قبل ما كانت يعني نقدر نقول وايد ظاهرة في الساحة، ما نقدر نقول أنها كانت ضمن سلم الأولويات، ولكن مع الأوضاع الراهنة ومع اللي نشوفه صار مهم أن نحن نعرف مناعتنا، مستوى المناعة، مستوى فيتامين دال، مستوى الحديد في الدم، أو حتى شو الأشياء أو شو أنماط الحياة اللي تعزز من مناعتنا. فإحنا يعني حتى في التخطيط لسنة 2022 إحنا نحط أهداف مثل ما قلنا أهداف صحية. واحدة من الأهداف الصحية مثلا أن إحنا نكتسب عادات صحية، مثلا عندنا اللي تشمل مثلا أني ممكن أمارس نوع معين من الرياضة اللي أحب واستمر عليه، مثلا ممكن الناس اللي مثلا ما ياكلون مثلا خضار وفواكه، لا نبدأ ان نحط مثلا يعني خطة ان احنا نكثر من تناول خضروات الفواكه او الأطعمة اللي تعزز من مناعتنا، وبعد نتبع السلوكيات والأنماط الحياة اللي تحمينا من الأمراض. بالتأكيد. وكذلك دكتورة ما ننسى نحن في برنامج صحة وسعادة دائما الهدف يعني البرنامج هو تسليط الضوء على خدمات هيئة الصحة في دبي، وكذلك نسمع من المجتمع اقتراحاتهم، وكذلك كل الأشياء اللي حابين أنهم يحسنونها في البرنامج دائما نتقبلها بصدر رحب على رقم 4006. نذكر المستمعين أن نحن موجودين في برنامج صحة وسعادة لفايدتكم وفايدة المجتمع. فإذا نحن بنذكر دكتورة مثل ما ذكرنا الفحوصات الدورية اللي لازم الشخص يقوم بها لحماية نفسه حماية عائلته، نقول للناس اللي عندكم تاريخ مرضي في السكري أو الكوليسترول أو لا سمح الله أحد أمراض السرطانات، نقول إن الفحص الدوري مهم والكشف المبكر دائما مهم. الدكتورة تقول إذا ما أمس تقول الدكتورة مو يعني إذا أنا خايفة أنه ممكن يكون فيني مرض ما أسير أفحص، لا بالعكس أسير أفحص عشان أتأكد هل أنا مثلا مصابة بهذا المرض أو لا. يمكن مثل ما نقول الوقاية خير من العلاج، والهدف من الفحوصات الدورية هاي الكشف المبكر عن الأمراض، وبالتالي يعني مثلا علاج هالأمراض في مراحل يعني الأولية أفضل وايد من المراحل المتقدمة، حتى بتكون مثلا نسبة الشفاء أو يعني بتكون عالية. فعشان تي دائما الحين نقول فحص المبكر أمان واطمئنان. بالضبط. ودكتورة أيضا نقول نتكلم عن تطبيقاتنا الذكية، لا ننسى نحن الحين متجهين للعالم الذكي وإلى التطبيقات الذكية. إذا في حد لين حين يسمعنا وما نزل DHA app وهو من سكان إمارة دبي، يعني عندك موضوع يعني خلل في الموضوع الصحي، لأن أنت إذا بتراجع المراكز الصحية وبتسوي فحوصات
انت بتسهل حياتك، لان لازم يكون عندك هذا التطبيق تشوف نتائج الفحوصات قبل دكتوره نروح للمستشفى عشان الدكتوره تخبرنا شو نتيجه الفحص. الحين الفحص موجود عندنا على الابلكيشن، نقدر نشوف نتيجه الفحص، واذا يستدعي الذهاب للمستشفى بيتصلون فيك وبيقولوا لك تعالي والله تحتاجين ادويه معينه. واذا ايضا مو بحابه تزورين المركز الصحي لكبار السن، يقدرون انهم يوصلوا لهم يعني هذه الادويه للمنزل في تطبيق هيئه الصحه بدبي اللي هو DHA اب، مهم جدا حتى الاشخاص اللي يسوون فحوصات كوفيد، الاشخاص اللي دائما عندهم مثل ما نقول ادويه بشكل مستمر، اللي عندهم امراض مزمنه، هم مجرد على التطبيق بيعرفون ان هذا موعد استلام الادويه. دائما ننصحكم اعزائي المستمعين يعني خطوات بسيطة، إذا أنتوا التطبيق عندكم نفرض مو شغال، عندكم مشكلة في التطبيق، توجهوا إلى 8342 اتصلوا وطلبوا أنكم تعدلون التطبيق إذا عندكم مشكلة في التطبيق، أو توجهوا لأقرب مركز صحي لكم. فشو رأيك دكتورة، هل استفدتي من تطبيق DHA App؟ أكيد، يعني إحنا نشوف يعني إذا بغينا مثل ما قلتي سوينا فحوصات وممكن نتأكد منها ونشوفها، نشوف مثلا المعلومات اللي بغينا مثلا عن المراكز الصحية الموجودة عندنا في الهيئة، هذا التطبيق مهم وضروري. نعم دكتورة، مع مثل ما نعرف الحين الأوضاع الراهنة، ومثل ما يعني طمنا الله يحفظ الشيخ محمد بن زايد قال إنه لا تشلون هم، لا تخافون، الجائحة لو إنها منتشرة ولكن يعني مثل ما يقول خطورة أقل، فكلام كان جميل ومطمئن. فدكتورة من جانب الصحي، نحن شو دورنا غير الإجراءات الاحترازية اللي لازم نلتزم بها، مثل ما نقول مثلث الإجراءات الاحترازية اللي يقول أول شيء تباعد الجسدي، ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار. نحن نقولكم حاسبوا على عماركم، حاسبوا على يعني الناس الكبار اللي عندكم في البيت وعلى الأطفال كذلك، فلا تنسون التباعد الجسدي إذا طلعتوا، واغسلوا يديكم، ولا تنسون أيضا الكمامة. فدكتورة من وجهة نظرك كطبيبة، شو تقولين عن موضوع المناعة، وكيف ممكن نحن في هذا الوضع وفي هذا الوقت نعزز المناعة؟ طبعا مثل ما نعرف كنا أن جهاز المناعة وهو جهاز معقد يحتوي على كثير من الأنسجة من الأعضاء اللي تشتغل مع بعضها بعض عشان تحمي أجسامنا من الجراثيم والميكروبات ومن السموم وغيرها. إنزين، فإحنا شو نعتبر جهاز المناعة يا آمنة؟ نعتبره خط الدفاع الأول اللي يحمي أجسامنا ويحافظ على السلام والتوازن الداخلي كذلك. إنزين، كيف إحنا نعزز جهاز المناعة؟ جهاز المناعة طبعا يختلف من شخص لآخر على حسب يعني مثلا جيناته، على حسب طريقة أسلوب حياته، وكثير من الأسباب الأخرى. وما يستوي إحنا نقول يعني تعزيز المناعة يستوي من مثلا يوم وليلة، هذا الشيء سابع المستحيلات. تعزيز المناعة يبدأ من يوم إحنا في بطن أمهاتنا، يعني من يوم الجنين في بطن الأم يبدأ من هذه الفترة ليه ما يكبر الشخص. لازم يتبع بعض الأنماط أو العادات الصحية، أو هناك بعض الأمور اللي يحرص عليها عساس يعزز المناعة، وهذه المناعة مع الوقت تكبر وتقوى وتتعزز. نعم بالتأكيد دكتورة، المناعة يعني وموضوع المناعة موضوع مهم جدا. نحن نقول حتى هناك مجرد إذا الشخص يبحث بشكل بسيط، إحنا تكلمنا كثير في البرنامج، هناك أطعمة تقوي المناعة، هناك عادات صحية وأنماط صحية نلتزم بها لتقوية المناعة. لا ننسى دكتورة دور الرياضة اللي دائما نتكلم عنها ونقول إنه خلوا هدفكم الرئيسي للسنة الجديدة إنكم ما تنسون الرياضة، تكونون أكثر نشاط طبعا. بالضبط، لون الساعة والحركة، والحين بعد الدوام دكتورة بيستوي 8 ساعات، فلا تنسون أنتوا إنكم توقفون تمشون في المكتب تتحركون. خذوا مخرجنا نمر مثال دوم في البرنامج ما شاء الله عليه، ينش البرنامج ساعة، هو حليلة يكون قبل مخرج البث المباشر يقوم بعد هذا في برنامجنا يتجول في الاستديو، ليش لا؟ حتى أنا قبل شوية كنت أدور أقول وين صار نمر. لا نمر يحب الرياضة ويحب يتمشى وينشط نفسه. نستغل أوقات الراحة في الدوام، هذه أوقات الراحة حتى لو حركة بسيطة، مثلا أنت بغيت تشوف زميلك مو لازم تتصل فيه، سير لين عنده، تحاول تستخدم مثلا الدرج، تحاول أن أنت تبركن شوي مكان بعيد، وخاصة الأجواء الحين حلوة ما في عذر أن أنا ما أقدر أمشي في الحر
ويعني فنحاول نستغل هاي الأمور البسيطة، إنه بس إنه مجرد إن نتحركون في تمارين بعد مكتبية يعني تحافظ يعني على يعني سلامة الظهر أو الركبتين وغيرها، فإحنا لازم نحرص عليها لأن مثل ما نعرف النشاط وهذا الشيء يعزز من نشاطنا ويزيد بعد كذلك من أدائنا وإنتاجيتنا خلال العمل. إنزين مثل ما ذكرتي بتعزيز المناعة، مو بس هي مثلا في ناس وايد يخلطون إن تعزيز المناعة بس شو الأكل أو شو الأطعمة اللي تعزز مناعتنا، إحنا نقول تعزيز المناعة ما يختص يعني يقتصر فقط على الغذاء الصحي، لا هناك في محاور كثيرة بنذكرها. طبعا نبدأ مثلا أول محاور هو مثلا الغذاء المتوازن، ونتكلم عن الغذاء المتوازن نقول إن إحنا ناكل من جميع المجموعات الصحية، ما نحاول نركز على مجموعات ونقلل المجموعات الثانية، لا ناكلها بطريقة معتدلة، وكل ما كان أكلنا متنوع ومتلون أكثر كل ما كان أفضل. إنزين في أطعمة مثل ما ذكرنا إنه يعني ممكن تزيد من المناعة أكثر، مثلا عندنا الخضار والفواكه اللي تحتوي على فيتامين جيم، وفيتامين جيم من الفيتامينات المهمة لتعزيز المناعة، وهذا الفيتامين الجسم ما يقدر يخزنه، لكن عشان احنا لازم ناخذ بطريقة مستمرة يومية. عندنا مثلا من البرتقال، الفراولة، الكيوي، يعني مثلا عندنا التوت البري وغيرها، عندنا كذلك من الخضروات المهمة عندنا البصل، الثوم، عندنا الزنجبيل، عندنا كذلك البروكلي وغيرها من الخضروات. انزين يعني خضروات والفواكه عندنا مهمة، عندنا الأطعمة اللي هي فيها البروبيوتيك، عندنا الألبان والشو والروب بعد الزبادي، طبعا هذه المهمة. ليش شو البروبيوتيك؟ البروبيوتيك عبارة اللي هي عن البكتيريا النافعة الموجودة عندنا في الأمعاء، هاي البكتيريا النافعة الموجودة عندنا في الأمعاء تعزز من عمل الجهاز المناعي، تساعده إذا كان هناك في أي جراثيم معينة أو يعني أجسام ضارة تحاول هي يعني تطلع بعض يعني المضادات الحيوية الطبيعية لمهاجمة هذه الأجسام الغريبة. فالأطعمة اللي تعزز البروبيوتيك مثل ما ذكرنا الألبان والزبادي، وكذلك عندنا بعد مثلا الأطعمة البحرية، الأسماك، الأسماك مهمة اللي فيها الأوميجا 3 وغيرها من مجموعات الأوميجا، وغيرها طبعا من الأطعمة المعززة مثل نذكر بعد يعني عندنا اللوز والجوز. نعم. فدكتورة نقول الأطعمة اللي تساعد على مثل ما نقول رفع المناعة وموضوع المناعة اللي المفروض أن نحن نحطه على رأس الأولويات في مثل ما نقول تحقيق لتحقيق أهدافنا. صحيح. إنزين الحين خلصنا مثلا عندنا الغذاء المتوازن أو الغذاء الصحي، هذا أول محور عشان نعزز مناعتنا. عندنا ممارسة الرياضة، الرياضة وايد مهمة، ومثل ما ذكرنا نحطها في جدولنا وتخطيطنا لـ 2022 نمارس نوع من أنواع الرياضة حتى لو نص ساعة في اليوم. إنزين أو حتى الأشياء البسيطة مثل ما ذكرناها خلال يعني وقت الاستراحة في العمل، الرياضة وايد مهمة لأن تعزز من عمل الخلايا المناعية ومقاومة الأمراض. عندنا من المحاور بعد المهمة اللي نركز عليها النوم الصحي، ولما نتكلم عن النوم الصحي نتكلم عن يعني النوم يعني جودة النوم وليست كمية النوم، يعني مو بكثر أنت إيش كثر ترقد، لا، لكن كيف أو نوعية النوم هذا. كل ما كان النوم متواصل وبالليل كل ما كان أفضل من النوم المتقطع أو مثلا خلال فترات النهار. بالضبط. إنزين. فنحن أيضا دكتورة نقول أن إذا بنرجع نتكلم عن ذكرنا أنماط الحياة الصحية وذكرنا أن فائدة النوم وغيرها، بنتكلم دكتورة ما ننسى أيضا عن أن نحن يعني مثل ما نقول قطعنا سنة كبيرة من الجهد اللي قامت به هيئة الصحة. صحيح. بدبي، وسلطنا الضوء على إنجازات كبيرة صارت لنا في هيئة الصحة بدبي على الرغم من كل الأوضاع الراهنة، ولكن أثبتنا دائما جدارتنا في تقديم خدمات مميزة للمتعاملين. دكتورة طبيب لكل مواطن خدمة،
نحث كل المستمعين اللي يحس عمره عنده نزلة برد خفيفة، اللي يحس عمره شوي تعبان أو يحس عنده مشكلة معينة، ننصحكم أنكم تستخدمون طبيب لكل مواطن اللي موجود في DHA App بدل ذهابكم للمركز الصحي، لأن أنتوا إذا كنتوا الحمد لله صاحين وما فيكم شيء يمكن تلقطون فيروس إنفلونزا من هنا ولا شيء من هناك. فنقولكم أن استخدموا طبيب لكل مواطن، الخدمة موجودة في DHA App أكيد. وبعد ما ننسى بعد أن احنا بعض أن هناك في بعض السلوكيات يعني الخاطئة اللي ممكن تأثر على مناعتنا من السلوكيات اللي هي مثلا التدخين، فحلو أن الواحد يحط مثلا في تخطيطه أن مثلا هدفي أنا مثلا أن واحد مثلا يوقف تدخين ويحط له خطة ويراجع مثلا مراكز أو عيادات الإقلاع عن التدخين عندنا في هيئة الصحة بدبي، واللي بيساعدونا مثلا عن يعني بيساعدونا في الإقلاع عن التدخين. هذا واحد من الأشياء، لأن التدخين يضعف من عمل الخلايا المناعية. عندنا كذلك استخدام المضادات الحيوية بطريقة مفرطة وبدون استشارة الطبيب، هاي من السلوكيات الخاطئة، لأن المضادات وكثرة استهلاكها شو تسوي؟ تقتل اللي هي البكتيريا النافعة عندنا، وبالتالي تنمو عندنا الفطريات، وهذا الشيء شو يسوي؟ يخفف أو يضعف من مناعة الجسم. فإحنا نقول دائما أن نحاول مو على مثلا نزلت برد ولا انفلونزا على طول ناخذ مثلا مضادات حيوية، لا، لازم نراجع الطبيب وهو اللي يوصف لنا المضادات الحيوية. وطبعا من العادات المهمة عشان تعزيز مناعتنا مثل ما نقول اللي هي غسل اليدين بطريقة مستمرة، تعقيمها، وطبعا الحين مع جائحة كورونا إحنا كل دقيقة نغسل يدينا، والحمد لله يعني اكتسبنا عادة حلوة. نعم، وكذلك دكتورة مثل ما ذكرنا أمس، يعني الكل متخوف من ارتفاع أعداد الإصابات، الكل حاس أنه يمكن يشوف أن كورونا مثل ما نقول نحن يعني كنا الصراحة في تخوف، نقول هل نحن راجعين لـ2020؟ هل نحن متخوفين؟ هل نحن يعني شعور الخوف هذا مجرد ما ينتابج تشوفين الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه ويطول بعمره في لقاء أبوي ولقاء قريب من القلب يوجه كلمة نسمعه نحن بالتأكيد. فنحن نقول الشيخ محمد بن زايد قال لنا أمامنا مثل ما نقول فترة وستمضي بإذن الله كما مضت الفترة السابقة. اللهم لك ولا تشلون هم، ولا تشلون هم، كلكم تعرفون الكورونا تي على موجات، الموجة هذه الحمد لله هي أضعف وأقل فتك في الإنسان، لكن أكثرها انتشار وأسرع انتشار، هاي الأرقام ممكن تزيد لأن الانتشار أسرع. وايد مهم الواحد يحافظ على نفسه، يحافظ على شيبانه، يحافظ على هله وعياله، ويحافظ على المسافات. أريد أنا أحذر وأريد أطمن، أحذر الحالات بالزيادة. اللي بطمنكم بقى أنه حسب كلام الناس اللي أخبر منه بدأت تضعف، إن شاء الله بنسيطر عليها بهمتكم وهمة إخوانكم وأهلكم في البلاد واتخاذ الحذر في أن نحن ما نورط أنفسنا. فأريد أقول مثل ما قلت في بداية هذه الأزمة، تحذروا، حاسبوا على أهلكم، وإن شاء الله بتمضي مثل ما مضت السنتين اللي الله قدرنا عليها. الله يوفق إن شاء الله ولا تشدون هم. اللهم لك الحمد والشكر، وأكيد إن شاء الله بتمضي مثل ما قال يعني سمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله. نعم دكتورة، يعني لقاء مثل هذا يبث في نفسنا مثل ما نقول الطمأنينة والتفاؤل. الله يحفظ والدنا الشيخ محمد كل قيادتنا وكل قيادتنا الرشيدة، نقول إنهم مثل ما نقول الكلام المناسب في الوقت المناسب. يعني أنا أمس من سمعت الكلمة عفوا حسيت إن يعني بشعور داخلي بالاطمئنان، كأن نحن يوم كنا في عز أزمة كورونا وعز الخوف طلع الشيخ محمد بن زايد وقال لنا لا تشلون هم. فشو أهم
وأفضل من قيادة تخاف على شعبها، قيادة تطمن شعبها، قيادة متفائلة دايما بالخير. نحن على كل اللي استوى، على كل اللي مرينا فيه، افتتحنا إكسبو 2020 وإكسبو ناجح وإكسبو يعني ما زال مستمر ما شاء الله دكتورة. على اللي نسمعه، عندي أصدقاء متطوعين في إكسبو يقولوا لي آمنة الأعداد ما شاء الله كبيرة في إكسبو، الناس ملتزمة، الناس متخذة إجراءاتها الاحترازية. نحن نقول للمستمعين لا تخلون ثقة قيادتنا تروح سدى، وانتو دائما قد هذه الثقة. نحن ما تجاوزنا اللي تجاوزنا، وما بدينا وما رجعنا للشغل وما رجعنا للمدارس وما رجعنا أيضا لإكسبو 2020 وافتتحناه في ظل هذه الأزمة إلا بتكاتف المجتمع، بمجتمع يعني يرى قيادته يعني ويضع القيادة نصب عينيه. وشو ما يقولون قادتنا، نحن سمعا وطاعة، ونحن ملتزمين بإجراءاتنا الاحترازية دكتورة. ودائما نقول للمستمعين دكتورة ذكريهم بالإجراءات الاحترازية قبل ما نختم. أكيد طبعا. الحين احنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهاليوم من برنامج صحة وسعادة، ونذكركم دائما مثل كل حلقة بالإجراءات الوقائية الاحترازية. شو نقول؟ البسوا الكمام، واللي ما أخذ التطعيم ياخذه، ولا تنسون الجرعة المدعمة بعد، لأنها مهمة وايد لصحتنا. نعم. ودكتورة في ختام برنامج صحة وسعادة ومع نهاية عام 2021، أعزائي المستمعين، أتمنى نكون قدمنا لكم المفيد والممتع في هذا البرنامج. أشكر أعزائي المستمعين طاقم الإعداد من هيئة الصحة بدبي، وأشكر أيضا في التنسيق والمتابعة اللي كانوا دائما معانا ميرا الخفلي، ميرا المري، وأحمد سلامة، وكذلك في الإخراج ما أنسى طبعا مخرجنا المبدع نمر محمد، وكذلك مخرجنا اللي دائما يلعوزني وائل القواسمة، وكذلك سعيد المر أبو حمدان أيضا أشكره على إخراجه للبرنامج. كلنا مع بعض دكتورة أنجزنا حلقات جميلة من برنامج صحة وسعادة. وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر أيضا الطباء اللي قدموا معاي البرنامج، دكتورة عاشة البسطي أقدم لها تحية كبيرة، وأتمنى لها سنة جديدة مليئة بالإنجاز، وكذلك الدكتورة ندى الملة، وكذلك وجودك دكتورة بدرية الحرمي كان له دور كبير معنا في إنجاح برنامج صحة وسعادة. وأشكر أيضا زميلتي أسماء الجناحي اللي موجودة خلف الكواليس في إنجاح البرنامج. والشكر موصول لك يا أخت آمنة، يعني على أدائك المتميز وعلى ما شاء الله تفانيك يعني تقديم الفقرات المتميزة في برنامج صحة وسعادة. شكرا لك دكتورة، وأتمنى لك سنة جديدة إن شاء الله مليئة بالنجاح. شكرا لكم جميعا أعزائي المستمعين، نلقاكم إن شاء الله السنة الجاية 2022، ونتمنى لكم خميس ونيس، وهذا آخر خميس في 2021، ونقولكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.